مشاهدي قناة الشروق نيوز، أهلا بكم في عدد جديد من برنامج الأقلام الصالون. نلقاكم دائما في محاولة لرصد هذا العرس الثقافي الكبير الذي يحتفي بكتابه الجزائريين وأيضا بالكتاب الأجانب الذين يحضرون عبر دور نشرهم في المعرض الدولي للكتاب في طبعته 22. من أبرز الأسماء المشاركة والتي توقع في هذا المعرض الروائي والكاتب الجزائري الكبير مرزاق بقطاش عن روايته المطر يكتب سيرته، ومن بين أيضا الأسماء الجديدة الحاضرة في هذا المعرض الروائي رياض هدير عبر روايته الجديدة بوبي أو بؤبؤ العين كما يصطلح عليها باللغة العربية، في روايته كلا الروايتين عن دار النشر الديوان الوطني للمطبوعات أو عن دار النشر والإشهار لانب اللي توقع واللي أصدرت هذين العملين الروائيين هذه السنة. يحضر معنا الكاتبين الروائي الجزائري الكبير مرزاق بقطاش، أهلا بك وشكرا لحضورك معايا. بداية، حضورك في المعرض الدولي للكتاب هذه المرة ما الذي يعني لك ككاتب مخضرم؟ تفضل الميكروفون مسيو مرزاق. شكرا. طبعا أشكرك على الدعوة الكريمة من جانب تلفزة الشروق. بالنسبة للمعرض، طبعا أنا أعرف المعرض هذا قبل 20 سنة، يعني بالنسبة لي في دائما شيء جديد. أكيد هذا كتب جديدة، كتاب جدد، ولذلك أنا سعيد بحضور هذا المعرض والتجول في أربقته وبالتوقيع على روايته الجديدة هذه المطر يكتب سيرته. نعم، شكرا لك سيد مرزاق بقطاش. رياض هدير أيضا حاضر هذه المرة في المعرض الدولي للكتاب. أود أن أشير أن هذه الرواية هي الرواية الأولى للكاتب عن ديوان أو عن دار نشر دار النشر ديوان المطبوعات أو دار نشر الإشهار لانف. كنت من بين المترشحين أو من بين اللي توصلوا للمراتب النهائية في جائزة محمد ديب هذه المرة. احكي لي على الرواية المشاركة. هي رواية غموض أنتيسيباسيون، هي من النوع التوقعي، يعني ليزيفينمون تاعها يكونوا في المستقبل. و هي علاش انا اخترت هذا النوع؟ لانه بما انها روايه تتحدث عن مواضيع اجتماعيه وسياسيه نوعا ما، يعني لازم هذاك الانفصال باش القارئ ما يحسش روحه قريب بزاف من المواضيع اللي نتحدث عليها في الروايه. وهي بون، اولا زعما كنا نتبعوا شخصيه مهدي اللي هو كان مراهق في الاتحاد الغربي. في المستقبل هذا كاين حرب شامله صرات، سي ان كونفلي جلوبال، و البلدان الغربيه كما نعرفها الان اتحدت كاملها ولات اتحاد غربي، وحنا عندنا المغرب الجديد، يعني كل بلدان شمال افريقيا اتحدت. هذا مهدي يما تموت ويلقى روحو عند العائله نتاعه هنايا في ما يكون الجزائر في المستقبل، يعني المغرب الجديد، يعني بنوفو ماغريب. يعني روايه توقعيه اكثر توقعيه من يعني. بصح من بعد كي يجي مهدي هنا يصير له ان شوك كولتوريل، و لازم يلقى اون سوليوشن لهاد الاحداث اللي راهي قابل فيها في المغرب الجديد. نعود نرجع للروائي والكاتب مرزاق بقطاش. بس في مرزاق بقطاش حتى هذه المرة في الرواية المطر يكتب سيرته، وكما راكم تتابعوا مشاهدينا البحر حاضر، الماء، البحر، الزرقاء، المطر دائما حاضرة في كل أعمال مرزاق بقطاش سواء كانت الروائية أو القصصية في فن القصة القصيرة. علاقتك بالماء سيد مرزاق بقطاش؟ كما قلت، العلاقة بالماء ليست لها أي ارتباطات بما يقوله علماء التحليل النفسي، بمعنى أن الكاتب أو المبدع يحن كغير من الناس جميعا يحن إلى بطن أمه. لا، كلا. أنا بالنسبة لي الماء، البحر، الزرقاء كما قلت، المطر علاقة طبيعية فيزيائية، وأنا كما تعلمين أو لعلك تعلمين ابن بيئة بحرية أولا، ثم أنا من عائلة بحارية، ولذلك
أعتقد أن الأدب هو الإخلاص. الإخلاص للنفس، للطبيعة، الإخلاص للمكان، الطبيعة، للمجتمع، للتاريخ، للحضارة. ولذلك أنا أكتب عن شيء أعرفه أو أدعي أنني أعرفه. وحاضر في كل أعمالك الروائية. هل يعني هذا أنه ما فيش تغييرات كبيرة على نفسية الكاتب منذ بداية كتابته إلى آخر كتابته؟ طبعا في تغييرات، على كل حال الإنسان يعيش في ظروف معينة محددة، ولذلك يتعين عليه أن يتأقلم معها بمرور الأيام والزمن. بالنسبة لك هل تأقلمت معها؟ طبعا. أم أن البحر هو الذي تتأقلم معه في كل مرة يعني؟ لا هذه حاجة طبيعية جدا. العلاقة بالبحر طبيعية جدا كما سبق قلت، لأن البحر بالنسبة لي وبالنسبة لعادي هو الخبز هو القوت. منذ أن جئنا إلى مدينة جزر الأسود لكي نعيش بها عام 1915، وعليه بحكم إخلاصي للأدب وللمواضيع التي أعالجها يتعين علي أن أكتب عن مواضيع أعرفها معرفة حقة. لو كتبت عن الفلاحة والفلاحين لن تكون مخلصا. نعم، لما وفقت. ولذا أتصور أن علاقتي بالطبيعة، بالطبيعة البحرية بطبيعة الحال، علاقة جوهرية لن تتغير بمرور الزمن. يستحيل أن يبتعد البحر عني، ويستحيل بالمقابل أن أبتعد عن البحر. ممتاز. رياض، هل الأمر كذلك بالنسبة لكاتب شاب؟ لما وفقت. ولذا أتصور أن علاقتي بالطبيعة، بالطبيعة البحرية بطبيعة الحال، علاقة جوهرية لن تتغير بمرور الزمن. يستحيل أن يبتعد البحر عني، ويستحيل بالمقابل أن أبتعد عن البحر. ممتاز. رياض، هل الأمر كذلك بالنسبة لكاتب شاب من ناحية الإخلاص للأدب، الإخلاص للمكان، للطبيعة، للزمان ككاتب شاب، ماذا يمكن أن تقول؟ هي الإخلاص، يعني أنا على حسب ما أظن أنه إخلاص للكتاب اللي أنا نحبهم، اللي أنا نقرأهم، واللي أنا يعني عندي دي زيكريفان جادمير بوكو، هما الاغلبيه تاعهم ما راهمش معنا، ميتين، سي امبوسيبل يقراو واش نكتب. بصح في الظن تاعي يعني انا ماذا بيا نكون مخلص ليهم، مخلص للافكار اللي فهمتها عندهم. ماذا يعني انا ماذا بيا نكون ان دين ديسوندون سي زيكريفان لا. فوالا. سيد مرزاق بقطاش، عندما نتحدث عن الادب، عن الكتابه، نتحدث عن مشهد ثقافي. يحضر معي كاتبين، الأول في بداية مشواره الثقافي أو الأدبي، ومرزاق بقطاش لا أقول في نهاية ربي يطول في عمرك، لكن رصيد كبير من الكتابة. كيف تقيم المشهد الثقافي الجزائري بين الأمس، بين كتاب جيلك وبين كتاب الجيل الحالي، كيف تقيمه؟ طبعا هناك جيل جديد أو أجيال جديدة في الجزائر تكتب. في مجتمع تعداده 40 مليون أو أكثر لابد أن يكون هناك كتاب جدد، كتاب لا يصح بأن نصفهم بالقدماء، ولكن هناك من يخلفهم في الساحة. وعليه المسألة مسألة طبيعية جدا بالنسبة لي. الآن بالنسبة لنوعية المشهد، للنوعية، هل هي نفسها لما كانت في جيلكم؟ أم تغيرت الظروف، تغير السياق الثقافي، تغيرت نوعية الكاتب في حد ذاته؟ طبعا الأمور تغيرت خاصة في الجانب اللغوي. ممكن. أنا بدأت الكتابة في زمن ما كان فيه للغة العربية قيمة كبيرة، وبدأت أكتب فن القصة والرواية. وفن القصة والرواية كما تعلمين فنان مستجلبان من العالم الغربي، وعلي تعين عليه كغيري من الذين سيروا بالكتابة باللغة العربية، تعين علي أن أجد أسلوبا لنفسي، أن أقولب لغة قصصية تتناسب واللغة العربية. ولذلك لم يكن من السهل أبدا أن
أن نكتب العربية. كنا نقرأ التراث العربي، نقرأ ما يأتينا من كتب المشرق، أما اليوم هناك كتاب جزائريين شبان نطالع أعمالهم، وشخصيا أجد في نكهة جديدة من حيث المعالجة الموضوعية ومن حيث المعالجة الفنية الأسلوبية. ولا بد إذن أن يكون هناك تغير في النظرة إلى الإبداع بصورة عامة. لكن الإبداع الحقيقي لا يعترف بالزمان أو المكان أو بالفوارق السنوية. الإبداع الجيد بعد 100 سنة، بعد 50 سنة، هو إبداع جيد سيد مرزاق بقطش، ليس كذلك؟ حقيقة، وأنا أدل على ذلك أننا بعد 30 قرن من الزمن ما زلنا نقرأ هومير، نقرأ سوفوكلس، نقرأ المتنبي، نقرأ الإبداع المهم فيه هو الإخلاص، هو الجانب الفني والجانب الفكري. نعم، الجانب الفكري والجانب الفني والإبداعي. عفوا، وأنا شخصيا لا أؤمن بالصراع وبالتنافس بين الأجيال، يعني كل واحد جيل يجيب حاجة، يأتي بحجر ويضعه فوق الآخر وهلم جرى. أما التنافس أنا لا أؤمن به شخصيا. ممتاز. رياض، قال الأستاذ مرزاق بقطش لا أؤمن بالصراع بين الأجيال أو بالتنافس بين الأجيال. عنده الحق. كل جيل يقدم عصارة أدبه، فكره، تصوره للأشياء للجيل المقبل. كجيل جديد اليوم كيف تستفيد من الجيل القديم أدبيا؟ هو عنده الحق 100%، عندها صح. أنا ككاتب دركا شاب نشوف لي زونسيان، نشوف الاجيال اللي فاتت، نشوف كتب جزائريين، نشوف محمد ديب، نشوف كاتب ياسين، نشوف طاهر جاوت، نشوف سورتو طاهر جاوت، سي ان ميزيكري مان بريفيري. نشوف هادو سي امبوسيبل نتخيل بانهم زعما كيكون في العقل تاعهم ولا في النظره تاعهم يكون كاين تصارع بين الاجيال. او كونترير دائما ينكوراجيو الاجيال المقبله و عادية. سيد مرزاق بقطاش تحدث على الطاهر جاوت ولا نتحدث على الطاهر والطار؟ وكان فيه صراع كبير بين الطاهرين، بين الطاهر جاوت والطاهر والطار في وقتكم، يعني في زمنكم تقريبا، في جيلكم، وبقت تقريبا هو موجودة إلى اليوم. كيف ترى ذلك؟ أنا عكس جميع ما يقال اليوم. نعم. لماذا؟ لأن ربما الكلمة راح أقولها كثيرة، الغيرة والحسد موجودة. ممتاز. موجودة في جميع الأجيال. يعني عندما نرجع إلى التاريخ نشوف سوفوكلس كان في صراع مع ابنه، المتنبي كان في صراع مع ابن خلاويه، إدغار ألان بو كان في صراع مع النقاد في زمنه، في الخمسينات كان فرانسوا مورياك في صراع مع جان بول سارتر، في صراع مع ألبير كامي، وكان قبلهم جورج بيرانوس كيف صراع مع جميع أبناء جينيه. أنا أتصور أن لدى كل كاتب، كل فنان بصورة عامة، يعني سبيل دو ديفغاز، ولكن الكاتب الحقيقي المبدع الحقيقي هو الذي يعرف كيف يقنن هذا العصاب ويحوله إلى طاقة إبداعية. هذا هو المهم بالنسبة لي. والأهم أيضا هو أنه حينما يكون صراع أو تنافس بين فلان وفلان في مجال الإبداع، المهم هو الإتيان بشيء جديد ليس إلا، أما الباقي روح. وأن يتحول الصراع إلى سجال ثقافي، إلى سجال أدبي تستفيد منه الأجيال الجديدة. هذا أمر ضروري وهذا أمر محبب في الأدب، في الإبداع، في غيرة وحسد. الكاتب كما يقال بأن نفسه نرجسي، اللي نرجسيك. هل أنت نرجسي رياض؟ تفضل. الكاتب نرجسي ويقولها على لسان مرزاق بقطاش، يعني الكاتب اللي عنده باع في الكتابه. هل انت نرجسي؟ لا ربما، بالك ما على باليش. هي الكاتب، هي قال الفنانين كما كان يقول سي بقطاش،
كاع عندهم كوتي نارسيسيك بصح ولكن يخلطوا بين حياتهم اليوميه وحياتهم الفنيه. الواحد كي يكتب كتاب، انا بالنسبه لي انا ديجا هنا نهضر راني نغفو معكم، انا بالنسبه لي واحد يكتب كتاب يكتب ويسكت ويخلي الكتاب تاعو يهضر في بلاصتو فوالا. بعد كيما الناس هادو اللي مازالوا جوسكا بريزون كاين صراعات بين الكتاب علاش؟ ما عندها حتى فائده صراعات هذه، يكتب كتاب وخلي كتاب يهضر هضرتك ومن بعد هي مجرد غيره وحسد. سيد مرزاق بقطاش، اعلم انه في جمهورك ينتظرك في جناح لانب، ففي الختام ماذا يمكن ان تقول للكاتب وللقارئ الجزائري اليوم في 2017؟ انا ارخص موقفي في جملتين، القراءة والكتابة، وليس سوى القراءة والكتابة، وفيما عدا ذلك سيجيفون. نعم هذا ما قل. رياض اليوم 2017 أول رواية ليك، نتمنى أنها لن تكون الرواية الأخيرة، ماذا تقول لقارئ هذه الرواية؟ أقرأ وحبها ورجع لي خبر وانقدني فوالا وانقدني ورجع لي خبر. ورجع لي خبر. الروائي الجزائري الكبير مرزاق بقطاش، شكرا جزيلا لحضورك معي، يعطيك الصحه يعني، واسف على المجهود اللي بذلته من يعني من جناح المركزي ووصولك الى هذا الجناح لظروفك الصحيه، يعطيك الصحه وشكرا لك. اقول ان العفو، اقول ان العمل المطر يكتب سيرته موجود بمنشورات لانب عن الروائي الجزائري الكبير مرزاق بقطاش، وعمل رياض هادير في هذه الرواية الأولى موجودة أيضا بذات الجناح. شكرا لكما جزيلا مشاهدي قناة الشروق نيوز، ألقاكم في عدد آخر من أقلام الصالون، إلى اللقاء.